من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ولدي أنا وليدي كان تيقرا في الثانية في الجامعة في السنة الثانية قانون فرنسي، كان ما جابش في البكالوريا واحد النقطة مهمة، لأن كان كيتمنى يقرا الطب، وملي ما جابش واحد النقطة مهمة، وانتم كتعرفوا هنا في المغرب الطب راه خصو نقطة مهمة، كانت الأمنية ديالو، وكنت كنقول ربي يمكن حقق له هاد الأمنية. على يد واحد السيدة تلاقيت أنا وياها في دار القرآن، وشرحت ليها وحكيت ليها، قلت لها عندي ولدي، تلاقينا في دار القرآن كنمشي وكل واحد كيهضر على وليداتو، وحتى انا هضرت لها على وليداتي، عندي وليدي كذا كذا كذا، وهضرت لي على القرايه، قلت لها وليدي حتى انا مسكين ماشي هذاك هو الاتجاه اللي كان باغي يدير، كان باغي يدير الطب، ولكن ما امكنش، راه دار القانون فرنسي. وقالت لي ممكن يدير الطب، كاينه واحد الجمعيه اللي كتصيفط لاوكرانيا وكتقبل الطلبه بمعدل قليل، يعني ماشي المعدل اللي كيطلبوه هنايا في المغرب، وراه ممكن يحقق الامنيه ديالو. قلت لها واخا نشوفها. جيت عند وليدي قال لي يا ولدي ماما الا كنتي قادره انا هذيك امنيتي، صيفطيني نقرا الطب. والوليد ديالي كلشي كيشهد ليه، حنا انا باه دراكي في الدرك الملكي، خدمنا في طنجه، خدم في الصحراء، خدم في موريتانيا، خدمنا في قلميم، وكاع الناس اللي كيشوفوني راهم كيعرفوا الزوج ديالي بالاسم ديالو، وكيعرفوا اخلاقه الطيبه، عمرنا حتى درهم ديال الرشوه ما عمرنا ما شديناه، حتى اي حاجه، اخلاق طيبه من طنجه حتى للقويره فين خدم، طيلت هذا الشيء ديالو. ويشهدوا لكم الناس دابا ان شاء الله الا سولتوا اي واحد من طنجه للقويره يقول لكم على ياسين ولا على باه ولا على وليداتي، الاخلاق الطيبه تربينا فيها، وربيت وليداتي بالحلال، ربيتهم بالحلال الطيب، وبغيتهم يكونوا صالحين، وتمنيتهم يكونوا صالحين لهذا المجتمع وفي خدمه الوطن، كما راجلي خدم الوطن مع صاحب الجلاله نصره الله بامانه واخلاص، وها هو صاحب الجلاله كيتوج راجلي بالوسام الملكي من الدرجه الممتازه، يعني وها هو كولونيل ديالو كيتوجوا بالسيره الممتازه، يعني هذا الشيء بالدلائل، واخا كيعجز اللسان ديالي انني نهضر، لان هذا الشيء مؤسف وكيضر بزاف، كنهضر مرتبكه سمحوا لي، لان هذا الشيء لا يعقل، ان الوليدات ها هو الوسام الملكي من الدرجه الممتازه، وانا اخلاقي الطيبه وكيعرفوني جميع الدراكيين اللي خدمنا معاهم وجميع الجيران ديالي كلهم كيعرفوني اخلاقي الطيبه واخلاق وليداتي، راهم منين مات ولدي جاو من كل الجهات من اقطاب المغرب اللي انا خدمنا فيهم، كلهم جاو كيعزيونا في هذا الوليد، لان ما كيكمي ما كيشرب، متدين، اخلاقه طيبه. ملي جات هذه السيده عندي قالت لي كاينه جمعيه، تعلقت بهذا الامال ان وليدي متمني، مشيت معاها لهذه الجمعيه، شرحوا لي قالوا لي حنا مكلفين بهم، تنتكلفوا بالطلبه وبكل شيء ديالهم، ما تكوني غير على خاطرك وغادي يحقق الامنيه ديالو. راه حنا دكاتره في الصيدله، هما من تيزنيت ودكاتره في الصيدله، وقلت انا الحمد لله هادو طحت في يدين دكاتره، يعني دكتور راه يعني غيكون عنده واحد ثقت فيهم الحمد لله، وانا كنقول هادشي بصراحه، ويجيو قدامي هما بروسهم الا زدت انا شي كلمه عليهم. قال لي كوني هانيه الوليد حنا غنتابعوه غنديرو، عطيتهم فلوس بلا لا داعي لذكر المبلغ، لانني عطيتو لهم باغ شيك وعطيتو لهم باغ، كانني يمكن حاسه بان كاين، المهم عطيتهم المبلغ، عطيتهم فلوس الطياره، تكلفوا به، داوه تصورنا في مطار محمد الخامس مع لي باغون مع الوليدات اللي مشاو معاه. ملي وصلوا لاوكرانيا اوديسا ما داوهمش الحي الجامعي، داوهم لواحد لوبيرج وخلصت، ما تكلفوش بيهم نهائيا، داوهم لذاك لوبيرج تكلفوا بنفسهم وخلصوا بنفسهم. ودازت واحد السيمانه قال لي الولد ديالي ماما هاد لوبيرج راه ماشي في المستوى مشبوه، ومشى عند الابن ديال ديك الصديق، ديك ماشي صديقه، المهم انا تلاقيت معها في دار القران اول مره، ديك الساعه ماشي كانت صديقه ديالي، من بعد عاد جات الصداقه. قال لي يا ماما هاد لوبيرج راه مشبوه بزاف، كيدخلوا ليه ناس المخدرات، ناس ديال ناس غير في ماشي في المستوى ديالنا حنا كطلبه، وعندي دلائل وعندي فيديوهات بان دوك الوليدات اللي مشاو مع ولدي وهذاك الولد اللي داتني مو اللي داتني الجمعيه، انهم كلشي كيكمي كلشي كيشرب. ولدي تفاجئ بهذا الواقع المرير، قال لي ماما ما غاديش نجلس انا، هاد الناس ماشي ديالي. مشى عند الناس المسؤولين اللي جابوه، قال ليه والو تديوني للحي الجامعي. داوه للحي الجامعي، كنكتشف ان هذاك الوليد اللي هو سميتو ياسين وصاحبه ايمن لحقوا عليه الجامعه. انا دابا اللي اكتشفت ان السر كاين عند هاد جوج وليدات، لان ياسين جاب سيمانه قبل ما يموت ولدي، وعيط لي الولد وقال لي ياسين هرب، جاب سيمانه قبل ما يموت ولدي وما جاش عندي، وكنت كنتواصل معاه وكنعيط عليه في الواتساب وكنسلم عليه وكنقول له تهلاو بعضياتكم وديروا. انا تفاجئت انه ما جاش عندي. صيفط معاه ولدي شي وريقات باش نقاد ليه داكشي ديال البنكه، صيفطهم ليا مع الاخت ديالو وما جاش، هو ما سولش فيا، ما جاش عندي، مات ولدي وما جاش عزاني. تفاجئت، يعني هناك سر ما نعرف، الله اعلم شنو هو، علاش كاع الاولاد عزاوني من اوكرانيا من كل اقطاب المغرب الا هو. جات عندي الوالده ديالو قالت لي يا ولدي كان غينتحر، ما السر لا ادري، ما عرفتش اشنو السر اللي ولدها بغا ينتحر. ولدي جا مريض، ولدي بغا ينتحر، ولدي غندير طبيب نفساني. هي سولوها هذا الشيء، الكلام ما كنزيد عليها ما حتى شي حاجه، هي تقدروا تسولوها تجاوبوها وتسولوها، ما كنزيد حتى شي حاجه. هذا الشيء اللي قالت لي ما جاش عندي. والسر الثاني ان ولدي ملي تقتل مع هاد ايمن، وهاد ايمن صاحب ياسين ماشي صاحب ولدي، هاد ايمن ولدي تا هو سميتو ياسين. وانا ما نكذبش عليكم، انا عندي شك كبير ان هاد ايمن صاحب ياسين، وياسين هما اللي عندهم السر، ويمكن وولدي ياسين كيشبه لهذاك ياسين ديال ديك المراه. ربما هاد ياسين هو اللي كيعرف هاد الناس، وولدي مشاف. كنقول باقي ما عنديش شي حقائق، ولكن هذا الشيء كنقولو انا ما تيقناش منه، ولكن هذا الشيء باش كنحس، لاني لما جمعت هاد المعلومات حسيت بان هاد الوليد عنده السر ديال ولدي. هاد ايمن وياسين عندهم السر ديال ياسين ولدي، لان هما امو قالت لي كانوا غيقتلوه جوج مرات. شكون هما الله اعلم. قالت لي امو ولدي مات، داروا ليه شي حاجه في الكاس وكان غيموت، وهي سولوها واستجوبوها. ولا بغات تقول الحقيقه وتصفر الرقبه ديالها راه كاين غير الله. انا وليدي مشى الله يرحمه، هذاك الشيء اللي مكتب عليه الله، ولكن انا كنقول هذا الشيء لحمايه وليدات اخرين من هاد الناس اللي كيديو هاد الوليدات وما كيعتنيوش بهم. كيفاش يقول لي انا جمعيه مكلف بولدك ويمشي يديه لوبيرج داخل فيه من هب ودب؟ وانا عندي ماشي كنهضر عبثا، كنهضر بدلائل، ان عندي صور ديال هذوك الوليدات اللي مشاو، وهاد ياسين وهاد ايمن وسكرانين في هذاك لوبيرج. هذه المره الاولى اللي حطوهم هذوك الناس المسؤولين وما سولوش فيهم، حتى مشى ولدي سول فيهم، قال لهم دخلوني كما قلتوا لماما، دخلوني الحي الجامعي. عيط عليا وليدي قال لي ماما هذا الشيء اللي جيت ليه راه صدمني، ما جامعه ما والو، جامعه اللي عامره بالحشيشيه، جامعه اللي عامره بالسكيريه، جامعه اللي كتبتزك، ارى الفلوس ولا ما كاينش، ارى ولا ما كاينش. هذا الشيء كله عاودوا لي وليدي، وقال لي ماما انا غادي نجي، انا ما عجبتنيش هذه الجامعه، وانا مشيت سجلته في المانيا، وعندي دليل السيد اللي مشيت لعنده وشرحت له وقلت له انا ولدي راه ما عجباتوش غيجي يدير الضعف ويمشي لالمانيا. هادشي كنهضر بالدلائل وبكل شيء وبالشهود وكل شيء. قال لي ماما من هنا 10 ايام قطع يديا، دازت يومين باقا ما كملتش ال 10 ايام، وقع ما وقع. وانا دابا تا سميتو اللي جا من اوكرانيا كيفاش مات ولدي راه مكتوب بالاوكرانيا، باقا عاد ديتو باش يترجم باش نعرف ولدي اش من ظروف واش مات وعلاش مات. لحد الساعه ما عرفت والو. هادشي اللي عرفت. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وانا كنطلب من جلاله الملك محمد السادس، انا بنت مقاوم وراجلي مقاوم بالصحراء، والتربيه الحسنه لوليداتي وكل شيء. كيفاش يموت هذا الشاب اللي با خدم الوطن وبين مو خدم الوطن، وكيفاش يموت هذا الشاب بهذه الطريقه هذه؟ والمغرب كله كيعرف ولدي. ما عرفتش كيفاش، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيفاش تكون هذه النهايه ديال هاد الشباب اللي هما شباب نقيين؟ كيفاش يتلاحوا لعند المسكين؟ كيفاش يتلاحوا بهذه الطريقه وبهذا التحايل؟ حسبي الله ونعم الوكيل. انا كنطلب جلاله الملك اللي هو مع الزوج ديالي واللي هو كيعرف الزوج ديالي وكيعرفنا كيفاش دايرين. عمرنا خدمنا هذا الوطن بامانه، ما عندنا حتى شي حاجه، كل الدوسي ديالنا نقي. كيفاش وليدي يمشي ضحيه ديال هاد الجمعيه وضحيه ديال هاد الناس هادو؟ انا كنطلب من الدوله ديالي المغربيه انها تحمي وليداتها وتحمي هاد الوليدات اللي هما كانوا باغيين غير يقراو ويجيبوا الرساله. ويجي وليدي كيقول لي انا بغيت نكون طبيب ونرجع لبلادي ونداوي ولاد بلادي. كيفاش غادي؟ كيفاش لا يعقل. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله. انا كنطلب من جلاله الملك اللي راجلي خدم معاه وهو كيعرف الصوره ديالو كاينه وخدم بامانه، انا كنطلب منه انه يعرف كيفاش مات ولدي. انا ما نقدرش نعرف، وكنسولهم كلشي كيقول لي ظروف غامضه. ما فهمتش كيفاش مات ولدي، وما فهمتش كيفاش. انا كنطلب من جلاله الملك اللي حنا خدمنا معاه بامان، وكيعرفوني الدركيين وكيعرفوني كلشي، الدركيين الكبار والصغار كيعرفوا راجلي وكيعرفوا الامانه ديالو وكيعرفوا كلشي. انا بغيت نصحح انهم قالوا على ولدي انه تقتل. جريده الصباح قالت على ولدي بانه تقتل في ملهى ليلي، هذا غير صحيح، وبغيت نصحح لهم المعلومات ديالهم. ولدي ما كيخرجش نهائيا بشهاده الدكاتره كاملين، لا اللي يداوه ولا اللي كيقرا عندهم، ما كيخرجش. خرج نهار كان المنتخب الوطني، مشى يتفرج في المنتخب الوطني هو وصحابه، قالوا غنمشيو نشجعوا الوطن، الفريق ديالنا الوطن المغربي، المنتخب المغربي، قالوا غنمشيو نشجعوه. وملي ربح المنتخب المغربي هما بقاو فرحانين وداروا حفله على اثر هذا الحدث. هذا هو السبب اللي خرج ولدي. وملي قالوا ليهم راه ياسين تقتل، الدكتور اللي مكلف به وهو راه شهد بهذه الشهاده، والدكاتره اللي كيعرفوه ما صدقوش، قال لهم ياسين ما كيخرجش، ومن احسن الطلبه عندي في اوكرانيا، ما يمكنش وما نصدقتش. قال لي الدكتور انا ما صدقتش حتى مشيت للامورك وعريت على وجهه عاد عرفتو ياسين. باش نصحح لكم هذه المعلومه، ولدي ما كيخرجش وما كيكميش وما كيشربش وما عنده علاقه بهذه الملاهي المشبوهه، وهما يبحثوا. عمره ولدي ما كان في هذه الاماكن المشبوهه، خرجوا غير المنتخب وعزه الوطن. كنشكر السفيره ديالنا اللي في اوكرانيا، السفيره المغربيه مدام العشابي، اللي هي اللي وقفت معايا، هي اللي ساندتني، وانا بغيتها تزيد تساندني وتعرف كيف الحقيقه ديال ولدي كيفاش مات. وانا كنشكرها من هذا المنبر، هي الوحيده اللي ساندتني في هذه المحنه ديالي. انا كنشكرها وكتشكرها القنيطره كامله على الوقفه ديالها، شكرا جزيلا لها، شكرا جزيلا لها. وكنشكرها باسم جميع هاد الطلبه، وبغيتها تزيد توقف وتزيد توقف وتعرف هاد الحقائق، وشكرا.